السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، يا رب تكونوا بخير. بالنسبة اللي بيتفرج عليا لأول مرة ما ينساش اللايك والاشتراك في القناة، وأهم حاجة يفعل الجرس على الكل عشان يوصل له كل جديد، كل ما يخص الإلكترونيات من شرحات وأعطال، وكل ما يخص الترددات الفضائية على جميع الأقمار، وكل ما يخص الأحداث الرياضية والقنوات الناقلة له. مباراة قوية جدا جدا هتجمع بين فريقي الأهلي المصري وفريق الرجاء الرياضي المغربي في كأس السوبر الأفريقي لنسخة عام 2022، ويدخل فريق النادي الأهلي المباراة بصفته بطل دوري أبطال أفريقيا لنسخة عام 2021، وأيضا نادي الرجاء يدخل المباراة بصفته بطل كأس الكونفدرالية لنسخة عام 2021، ويعتبر النادي الأهلي هو الأكثر تتويجا بهذه البطولة برصيد 7 ألقاب آخرها نسخة عام 2021 على حساب نهضة البركان. أما فريق الرجاء لم يحصد إلا لقبين آخرها نسخة عام 2019. تخمن في مباراة بين الفريقين بين النادي الأهلي والرجاء يوم الجمعة الموافق 24 سبتمبر أو 24/9/2021 في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، 9 مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان، 10 مساء بتوقيت كل من مكة المكرمة والعراق وسوريا والأردن ولبنان وفلسطين، 11 مساء بتوقيت الإمارات العربية. وفي تغطية حصرية جاب لحضراتكم أهم القنوات اللي هتنقل المباراة بالمجان. أول أمر معانا بالنسبة لنايل سات موجود على قنوات الكاس على تردد 11.919 معدل الترميز 27.500 القطبية اتش أو رزنتا الأفقي، وقناة بين سبورت المفتوحة على 11.054 معدل الترميز 27.500 والقطبية اتش أو رزنتا الأفقي، وترددات أون سبورت واحتمالية النقل بنسبة 50% على تردد 11.861 معدل الترميز 27.500 والقطبية في أو فيرتيكال أو راسي. تاني أمر معانا ليوتيل سات موقع 9 درجة شرق موجود على قنوات ار تو ان على تردد 11.900 معدل الترميز 27.500 والقطبية اتش او رزينتا الافقي. الياهسات موقع 52 درجة شرق موجود على قنوات فريزيتش وفوتبل على تردد 11.785 معدل الترميز 27.500 والقطبية اتش او رزينتا الافقي. اخر امر معانا الانتلسات موجود على قنوات ايرف فريزيتش على تردد 11.35 معدل الترميز 30,000 والقطبية في او فيرتيكال او راسي. يعني بسهولة جدا من خلال احد القنوات او احد الاقمار اللي ذكرتها لحضراتكم هنقدر نتفرج على المباراة النهائية اللي هتجمع بين فريقي النادي الأهلي المصري وفريق الرجاء المغربي في نهائي كأس السوبر الأفريقي لنسخة عام 2022. وفي حالة ظهور أي قنوات جديدة بإذن الله هضيفها لكم أول بأول. تمنيات الجميع مشاهدة ممتعة، وأشوفكم على خير في حلقة تانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.